أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في زيارة القبور إذا كان يكلف الزائر تكلفة كثيرة حيث إنه يبعد عنها مسافة 300 كيلو، فهل يجوز له أن يذهب بقصد زيارتها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة؟ المراد زيارة القبور من غير سفر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشدوا، وفي رواية: لا تشدوا الرحال إلا إلى 3 مساجد. فلا يسافر من أجل العبادة والطاعة في مكان من الأمكنة إلا ل3 المساجد، وما عداها لا يجوز أن تسافر. إذا أردت أنك تنفع الميت تدعو له، تتصدق عنه، تستغفر له وأنت في مكانك. أما أنك تسافر هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، هذا وسيلة إلى الشرك. أنت لا تستمسك بحديث وتترك الحديث الثاني. إذا استمسكت بقوله صلى الله عليه وسلم زور القبور فاذكر الحديث الثاني: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.